مرحبا طلاب الأعزاء، كيف حالكم؟ سوف نبدأ بالتحدث عن أول وحدة لهذا الفصل، وهي وحدة من نحن. في هذه الوحدة سوف نبحث في طبيعة الذات والمعتقدات والقيم والصحة البدنية والعقلية والاجتماعية والروحية والعلاقات الإنسانية بما في ذلك العائلات والأصدقاء والمجتمعات والثقافات والحقوق والمسؤوليات وماذا يعني أن نكون بشراً. ويتوقع من المتعلم بعد انتهاء هذه الوحدة أن يحقق ما يلي. بالنسبة لمهارة القراءة يجب عليه أن يقرأ الحروف الممدودة، أحرف المد وكلمات محددة، ويجيب عن أسئلة بسيطة من النص المقروء. الاستماع، فعليه أن يصغي للمادة المسموعة لمدة دقيقتين، ويتعلم المفردات والكلمات الجديدة، ويستخدم الإيماءات والأفعال ولغة الجسد والكلمات لإيصال احتياجاته والتعبير عن الأفكار. أما بالنسبة لمهارة الكتابة، فعليه أن يستخدم القلم بشكل صحيح وأن يكتب الحروف بشكل كامل وصحيح. أما بالنسبة لمهارة المحادثة، فعليه أن يستخدم كلمات وجمل بسيطة ويطبق آداب الاستماع والحديث ويكرر ويردد كلمات مفردة. سوف يتم التكامل في اللغة العربية من خلال طرح مجموعة من النصوص والقصص العربية التي تنقل لنا واقع ومفهوم العادات والروتين، والتي توضح النظام والعادات اليومية وفوائد اتباع النظام والعادات اليومية ومدى ارتباط صحتنا العقلية والجسدية والاجتماعية ورفاهيتنا النفسية بعاداتنا اليومية. وهذا ما يتفق مع خطوط البحث في هذا المحور. القصص التصويرية المتنوعة وقراءة نصوص مختلفة، بحيث سوف يقوم الطالب بمحاكاة القصص من شيء خاص في حياته اليومية، بالإضافة إلى استخراج المفردات الجديدة وتوظيفها في جمل مفيدة لتساعده في تطبيق مهارة المحادثة أثناء الحلقة الصباحية. كما سيتم تطبيق سؤال بحثي عن العادات الصحية وغير الصحية واستخدام المصادر المتنوعة من مواقع إلكترونية وكتب وغيرها. سوف يتم استخدام العديد من الاستراتيجيات، مثل استراتيجيات المكعبات، استراتيجية داخل وخارج الدائرة، استراتيجية قل ما أرسم. وهذا ما سوف ينمي مهارات التواصل لديك عزيزي الطالب، حيث سوف تستطيع أن تتحدث وتقرأ وتكتب وتشاهد وتستخدم لغة الجسد وتشارك في النقاشات والأفكار، وأيضا سوف تنمي لك المهارات الاجتماعية، حيث سوف تستطيع أن تبني علاقات اجتماعية إيجابية مع الآخرين وأن تتعاون وأن تظهر الذكاء العاطفي وأن تكون واعيا اجتماعيا وتتحمل المسؤولية وتحل جميع الخلافات. وسوف تنمي لديك المهارات الذاتية، حيث أنك سوف تستطيع أن تقوم بالمشاركة الإيجابية وتعرف كيف تحافظ على صحتك العقلية والبدنية. وبهذا سوف تكون طالباً متسائلاً، حيث سوف تطرح الأسئلة وتظهر الفضول وتكتشف أشياء جديدة. أيضاً سوف تكون طالباً متوازناً، تحافظ على صحة جسدك وتحافظ على الصحة الذهنية، وتعلم أن هناك علاقة بينك وبين العالم من حولك.
وأيضا سوف تكون طالبا متواصلا تتحدث عن أفكارك ويمكنك التعبير عن نفسك ويمكنك التواصل بعدة طرق مختلفة. وأخيرا سوف نقوم كمجموعات بعمل مشروع لهذه الوحدة. هذا المشروع هو يبين جدول الروتين الصباحي لك عزيزي الطالب، وبهذا عليك بالتعاون مع زملائك أن تقوم بإلصاق الصور المناسبة في المكان المناسب. هذا كل ما لدينا عن وحدة من نحن. شكرا لكم وإلى اللقاء في وحدة جديدة.